للحديث أكثر عن استمرار استهداف الميليشيات في العراق للمصالح الأمريكية وآخرها قصف قاعدة عين الأسد اليوم، ينضم إلينا في الاستوديو الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا. ومعنا عبر الهاتف من أوسلو الكاتب الصحفي داود البصري. أهلا بك سيد داود، ولعلي أبدأ بضيفي هنا في الاستوديو العقيد الركن حاتم الفلاحي. يعني سيادة العقيد، الهجمات على المصالح والقواعد الأمريكية في العراق تتواصل وتتصاعد كما تعلم، ثم تخرج عناصر غير معروفة في بيان تعلن مسؤوليتها عن هذا الهجوم. بما تفسر هذا الإجراء المتكرر وما الهدف منه يا ترى؟ نعم، بداية أقول مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة ولضيفك الكريم. حقيقة هذا هو السياق الذي دأبت عليه الميليشيات طوال الفترة الماضية. تقوم بتنفيذ مثل هذه الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية أو على المصالح الأمريكية في العراق، وتعلن عن أسماء جديدة لميليشيات هي غير منتمية مثلا إلى هيئة الحشد الشعبي. وهي ترمي بهذا العمل أولا التنصل على المسؤولية القانونية التي يمكن أن تطال هذه الميليشيات كونها تابعة إلى هيئة تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي يعرضها هذا الأمر إلى المسؤولية القانونية وكيف تمت تنفيذ هذه الهجمات. والقضية الأخرى هي للتمويه على الأجهزة الأمنية والعسكرية الاستخباراتية الحكومية الموجودة أو على الاستخبارات الأمريكية للتوصل حقيقة إلى الجهات المنفذة لهذه الهجمات. وبالتالي نحن حقيقة أمام أمور يعني نستطيع أن نقول متناقضة. عندما تقصف القوات الأمريكية ميليشيات الحشد الشعبي يقولون قصفوا هيئة الحشد الشعبي، وعندما تقصف هذه الميليشيات القوات الأمريكية يقولون هذه فصائل مسلحة، وبالتالي ضاعت الأمور ما بين هذه التسميات. عندما تقصف يقول لك قصفت الفصائل، وعندما تقول لهم لماذا قصفتم انتم جزء من هيئه الحشد الشعبي يقولون لا نحن ليس تابعين لهيئه الحشد الشعبي، وعندما تكون المساءله من قبل القوات الامريكيه يقولون انتم قصفتم الحشد الشعبي، وبالتالي هناك اشكاليه حقيقيه في هذه القضيه. نعم، ساعود اليك عقيد حاتم، ريثما اتوجه بسؤالي الان الى ضيفي من أوسلو عبر الهاتف، معنا الكاتب الصحفي داود البصري. سيد داود، يعني ومن الجهة الأخرى ومع كل هجوم تنفي إيران كما تعلم أي علاقة لها عن الهجوم ومن تبناه، وهو نفس موقف الميليشيات التي طالما تفاخرت باستهداف المصالح الأمريكية. كيف تقرأ رد الفعل المتشابه من الميليشيات وداعمهم هناك في طهران؟ مساء الخير أيها الأخوة الكرام. أهلا بك، أحييكم وأحيي ضيفك الكريم. هذا الأسلوب طبعا اسلوب مع الاسد اسلوب مخاتل ومخادع. نعم. يلجا له الايرانيون، تلجا له هذه الجماعات الارهابيه ايضا. الواقع يؤكد بان كل هيئه الحشد الشعبي هي ارهابيه. وفي الواقع ليس الحشد الشعبي، التسميه الحقيقيه الحشد الشيعي. وهذا الحشد الشيعي يعني يمارس ادوار تقيه حقيقيه. نعم. عندما يمارس الارهاب يدعي انه لا علاقه له وان الفصائل غير مسؤوله وان هناك جهات غير مسؤوله التي تقوم. بينما الكل يعرف والجميع يعرف أن هيئة الحشد الشعبي هي إرهابية برئيسها صالح الفياض وبهادي العامري وبكل العناصر اللي كانوا عملاء وأتباع للمقبور سليماني ولوب مهدي المهندس أيضا. فأعتقد يخادعون النفس بهذه الحقيقة. كل ما يجري في العراق الآن بترتيب من قيادة الحرس الثوري من فيلق القدس، وكل الضربات اللي قاعد تقوم بها جماعة الحشد هي ضربات متفق عليها مع الإيرانيين. وأعتقد دائما يقوم رئيس فيلق القدس بزيارات سريه وعلنيه للعراق حتى يبلغ الخطط المعلومه وحتى يمارسون عمليه خداع استراتيجي للشعب العراقي والقوات الامريكيه. لكن في الوقت نفسه ما اعتقد ان الولايات المتحده او الغرب بهذه السذاجه بحيث لا يعرفون هذه المعلومات. الكل يعرف بان الحشد مؤسسه ارهابيه وبان الجماعات الارهابيه هي المسيطره وبان مصطفى الكاظمي مجرد واجهه مستعاره لا قيمه لها. هذا شخص ضعيف ولا له علاقه بالقياده ولا بالقياده، بالعكس هم اعلنوا امامه ما اعلنوا امامه معسكر اشرف انهم نحن ولا انا للخامنئي. نعم، سأعود اليك سيد داود. الكلام يعني. نعم، سأعود اليك، ابقى معي، انتقل اليك مجددا بسؤال عقيد الركن حاتم. يعني اللافت بهذه الضربات التي تنفذها ميليشيات مختلفه مثل ما تفضلت بالذكر انفا انها يعني منسلخه او تقدمها بعض الميليشيات باسماء مختلفه حتى تتنصل لاحقا. الواضح أن هذه الضربات يعني التي تستهدف مصالح أمريكية لا تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف القوات الأمريكية أو عتادها أو منشآتها. ما سر هذه الاستراتيجية باعتقادك؟
نعم، بداية دعني أقول بأنه الطرفين حاولوا طوال الفترة الماضية خوض هذه الحرب بصورة غير مباشرة أو بالوكالة، فلذلك إيران تستخدم هذه الميليشيات، والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية استخدمت إسرائيل لضرب مواقع تابعة للحشد الشعبي سواء كانت في سوريا أو حتى في العراق. ولكن بعد الاستهدافات الأخيرة التي تمت مثلا لمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس أصبحت المواجهة مباشرة ما بين الطرفين. هذه الضربات هي عبارة عن رسائل سياسية ولكنها بأدوات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة وتنفذها طهران أيضا للضغط على كلا الطرفين، يحاول أن يضغط على الطرف الآخر في مفاوضات فيينا التي تجري ما بين الطرفين. ولكن المتغير الحقيقي الآن الذي يجري في الساحة هو أن هذه الميليشيات جعلت من المواجهة مواجهة مفتوحة، وهذا على لسان أحد قادة الميليشيات اللي هو أبو آلاء الولائي الذي قال بأن الرد هذه المرة سيكون برا وبحرا وجوا وفي أي مكان، وبالتالي أصبحت المواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث حتى نوعية السلاح المستخدمة. بالفترة الماضية كانوا يستخدمون صواريخ الكاتيوشا، ثم بعد ذلك بدأوا يستخدمون صواريخ غراد. الآن دخلت مسألة الطيارات المسيرة إلى المواجهة، وبالتالي نحن أمام تصعيد ما بين الطرفين. ولكن جميع هذه الهجمات هي هجمات مكثفة ولكنها غير مؤثرة على القوات الأمريكية بحيث لا توقع الكثير من الخسائر، لأن وقوع خسائر بمعنى أن يكون هناك رد أمريكي قوي جدا على هذه الميليشيات، وبالتالي هي عبارة عن إيصال رسائل متبادلة ما بين الطرفين لغرض الضغط عليهم فيما يجري في مفاوضات فيينا ما بين الطرفين. نعم. من جديد إليك سيد داود، يعني لا تزال إيران من خلال ميليشياتها في العراق تهدد المصالح الأمريكية، كيف تقرأ استهداف الميليشيات للمصالح الأمريكية في العراق؟ هل هو اختبار لصبر بايدن مثلا؟ أساس العقيدة العسكرية الإيرانية أنه ينقلون المعركة إلى خارج الأرض الإيرانية، أن ينقلون المعركة إلى أرض الجوار، وهذا عقيدة استراتيجية أسسها من زمن الرئيس رفسنجاني عندما قال نحن نخطط لأن تنقل الجندي الإيراني أو التابع الإيراني بحرية من أفغانستان من كابول في أفغانستان حتى شواطئ البحر المتوسط على بيروت. يعني هذا أنه كل همهم ينقلون كل تحدياتهم وكل اساليبهم التفاوضيه من خلال الضغط العسكري الى خارج الارض الايرانيه، واين الخارج؟ في العمق العراقي او العمق السوري، وهذا هو الرد الحقيقي لهم. لذلك من الايرانيين يحاول بشتى السبل ان يضغطون على الامريكان من اجل شروط افضل لاتفاقيه فيينا الجديده، ومن اجل ان يحاولوا ان يثبتون انفسهم بانهم قوه اقليميه مؤثره وبانهم الوحيدين القادرين ان يضبطون مسار الجماعات المسلحه الارهابيه او غير الارهابيه. لذلك فالايرانيون يمارسون لعبه حقيره وخطره، يعني يقابلون شعوب المنطقة ويقابلون بأمن المنطقة أيضا ويلعبون بالمصالح الشعوب بهذه المنطقة، ومع الأسف هنالك أتباع وذيول يحققون هذه الأهداف. فجماعات المسلحة العراقية اللي هي جزء من منظومة الحشد الشيعي العراقي هي تمارس هذا الدور مع الأسف وتحقق الأهداف الاستراتيجية الإيرانية، وهي نقل المعركة إلى خارج العمق الإيراني وفي عمق الجوار في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي أماكن أخرى. ابقى معي، سأعود إليك بسؤال جديد سيد داود. إليك مجددا سيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي، يعني في المقابل نجد أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يعني ينتهج سياسة الباب المفتوح مع إيران، وهذا ظهر جليا في مفاوضات الملف النووي ما بينهما. إلى أي مدى برأيك تصلح مثل هذه السياسة مع إيران والميليشيات الموالية لها الموجودة في العراق وتعمل تحت إمرتها؟ نعم، دعني أقول بداية بأنه حقيقة حكام طهران قرأوا السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة بأن إدارة بايدن لا تريد التصعيد مع إيران، تريد العودة إلى الاتفاق في الملف النووي الإيراني، ولكنها تريد كتابة يعني أو إدخال مواد جديدة لهذا الاتفاق ما بين الطرفين على أن يتم تسوية الموضوع بشكل كامل. وبالتالي هناك رسالة واضحة من الإدارة الأمريكية بأن القوة هي الخيار الأخير في استراتيجية بايدن لمواجهة الملفات في المنطقة، علما بأنه تعهد الإدارة الأمريكية هو انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وتقليلها إلى الحد الأدنى. وبالتالي عندما تفهم إيران بأن هناك تراجع للدور الأمريكي وتراجع للنفوذ الأمريكي بهذه الطريقة، فهي تحاول التصعيد
ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لغرض الضغط عليها لتقديم تنازلات كبيرة جدا فيما يجري من المفاوضات في فيينا، وبالتالي هو سجال ما بين الطرفين. يعني الآن حتى الضربات الأمريكية هي ضربات غير رادعة للميليشيات الموجودة سواء كانت في العراق أو في سوريا. وهناك سؤال آخر يطرح الآن، يعني يعني عندما تكون الميليشيات موجودة في سوريا وهذه الميليشيات عراقية، لماذا لا يتساءل الكثير من الجهات بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تفعل هذه الميليشيات التي تقول بأنها هي جزء من القيادة تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة وجزء من هيئة الحشد الشعبي وهي تعمل في سوريا؟ إذن نحن نتكلم عن مشروع إقليمي تديره إيران في المنطقة وتحاول أن تستخدم الأدوات العراقية حتى في سوريا وفي مناطق أخرى لتنفيذ مشروعها الإقليمي الذي سمحت به الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية وسمحت له أيضا روسيا بالتمدد في هذه المناطق، حتى وصلت الآن الأمور إلى المواجهة ما بين الطرفين نتيجة تقاطع المصالح الذي قد يكون في نقاط محددة، ولكن بالشكل العام أنا أعتقد بأن هناك اتفاق على كل مجريات الأمور التي تجري سواء كانت في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن. سأعود إليك بسؤال أخير ريثما، أنتقل بالسؤال الأخير الموجه إلى السيد داود البصري وهو الكاتب الصحفي ومعنا من أوسلو. يعني مجددا إليك سيد داود، يعني في ظل تصميم الميليشيات استهداف المصالح الأمريكية في العراق، إلى أي مدى ترى أن شهر العسل بين الأمريكيين والميليشيات والذي امتد منذ الاحتلال وبلغ ذروته مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، إلى أي مدى ترى بأنه انتهى بتصميم إيران على استخدامهم في الضغط على الأمريكيين أي الميليشيات، استخدام الميليشيات هنا؟ وأصلا هذه الميليشيات لا تقرر شيئا ذاتيا وإنما تقرر أوام إيرانية. بعدين تكلم عن شهر العسل، هو في الحقيقة ليس شهر عسل وإنما زواج المتعة، زواج متعة ممتد من عام 2003 وإلى الآن. شابت بعض المشاكل وشابت بعض المعوقات وشابت بعض الخصومات والخلافات، لكن يبقى الهدف الاستراتيجي المركزي واحد، وهو السيطرة على المنطقة وشعوبها وهو استهداف المنطقة. الجماعات المسلحة الطائفية هذه ما يمكن أن تنهض وما يمكن أن تنمو وما يمكن أن تنمو إلا من خلال الدعم الغربي والأمريكي. يعني حتى جماعات الحشد الشيعي هذه كل الميزانية كانت من خلال البنتاغون، كل الحماية لها وكل وسائل الحماية الجوية والبرية والمدفعية من خلال البنتاغون ومن خلال الجيوش الأمريكية وقوات التحالف أيضا. لذلك فإنه أمر العلاقة الموجودة بين هذه الجماعات منوط بأمر العلاقة الأمريكية الإيرانية. عندما تتحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية فإن هذه التهديدات تنتهي بالكامل، لأنها طوع أوامر إيران لا تتصرف في أفعال الأمور. هذه الجماعات المسلحة ما هي إلا أدوات إيرانية مثل ما قالت سيادة العقيدة. فالموضوع أعتقد واضح وصريح، لا يوجد شهر عسل، يوجد زواج متعة قد ينتهي في أي لحظة. ولكن بالمقابل لا يمكن التعويل على صبر بايدن، احتمال أنه هناك ضغوط من الحزب الجمهوري وضغوط حتى من البنتاغون وضغوط من دوائر أمريكية أخرى عن قرار المخابرات أو نكتفي بهذا القدر. أستاذ داود البصري الكاتب الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من أوسلو، شكرا جزيلا لك. أتوجه الآن إليك بالسؤال الأخير سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، يعني هل تتوقع مثلا ضربة نوعية من الولايات المتحدة الأمريكية ضد الميليشيات في ظل ضغط صقور البنتاغون إلى جانب النواب الجمهوريين على بايدن لحفظ ما وجه الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هذا وارد ويمكن الحدوث مثلا؟ نعم، لا شك بأنه الآن حقيقة القوات الأمريكية أمام اختبار حقيقي في مسألة الرد من عدمه. نعم، يمكن للقوات الأمريكية أن تتنصل من الرد بالقول بأنه لم توقع خسائر بشرية كما تنصلت حكومة الكاظمي التي شكلت اللجان بصورة مبكرة نستطيع أن نقول، وقالت بأن هذه الهجمات هي هجمات إرهابية، ولكن لم تسمي الجهات التي قامت بمثل هذه الهجمات، لأنه من يمتلك قرار الحرب والسلم في العراق هي يجب أن تكون الحكومة والبرلمان العراقي وليست هذه الميليشيات التي تعمل خارج المنظومة الأمنية. لذلك أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية خياراتها ليست كثيرة، إما أن تقوم برد قوي ورد نوعي على هذه الميليشيات، وإما أن تكون هذه الضربة هي قد تجرئ الميليشيات على ضربات نوعية أكثر لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية ليس في العراق فقط وإنما حتى في الدول الجوار العراقي. وهناك تهديدات حقيقية للقوات الأمريكية المتواجدة
متواجدة في الكويت وفي كردستان العراق، ورأينا الضربات التي نفذت، نعم، وكذلك المتواجدة في سوريا والتي نفذت قسم من هذه الضربات. لذلك أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي مجبرة على الرد على هذه الهجمات، وإلا ستكون الخسائر أكبر في المصالح الأمريكية في الفترة المقبلة. الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، شكرا.